تابعنا على مدى أسابيع طويلة منذ شهر نوفمبر الماضي تطورات قضية حبس واعتجاز رامي كامل هو وآخرين، وحتى الآن لا توجد أي قضية حيث لا اتهامات مباشرة واضحة ضده، وحتى الآن بيتم تجديد حبسه من جلسة إلى أخرى. معنا في هذا الشأن الدكتور إبراهيم حبيب نائب رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ هاني، سمعني كويس. أهلا بحضرتك. يعني قضية رامي كامل حتى الآن يبدو أن هناك يعني دخلنا في مرحلة عناد، وبدل ما كان بيتم تجديد حبسه كل 15 يوم بقينا بنتكلم على 45 يوم في كل مرة. طبعا موافق معاك مع حضرتك تماما. يعني انا عايز اقول ان القطاع كبير من الاقباط ابتدى يبقى محبط ومستاء. انا شخصيا محبط ومستاء، واحنا جزء اساسي من ثورة 30 يونيو، وكنا يعني من اكبر مساندين وما زلنا للثورة، وفصيل وطني أثبت وطنيته على مر العصور دائما منحاز لمصر. القوانين المصرية بتتعارض مع بعضها، بيتعارض خاصة الإجراءات الجنائية. الإجراءات الجنائية حصل فيها تعديل وفيها تعارض مع معايير العدالة العالمية. يعني الفترات الحبس الاحتياطي، الصلاحية بتاعت الحبس الاحتياطي بدل ما كان بيمتلكها قاضي أخدتها القوانين، ادتها الوكيل النيابة لمدة مدة الحبس الاحتياطي إلى 150 يوم. وطبعا احنا عدينا دي، بس انا عايز قصدي اقول ان النيابه مش يعني شخص او شخصيه محايده، النيابه هي خصم للمتهم. فبدل ما كان القاضي اللي هو المفروض ان هو صفه محايده تمسك الموضوع ده وتحكم فيه، اخذتها النيابه. وبعد كده تم مد فتره الحبس الاحتياطي الى سنتين، ودي مده طويله جدا. فين العداله في حبس انسان يعني يحتمل ان يكون بريء ومحتمل ان يكون غير بريء لمده سنتين؟ يعني القوانين العالمية يعني والتفقيات العالمية كلها يعني بتوضح النقطة بتاعت مدة الحبس الاحتياطي. وبعد كده مش عايزين ننسى ان رامي محبوس حبس انفرادي. حبس انفرادي لو زاد عن اسبوعين بيعد تعذيب. فرامي محبوس حبس انفرادي من يوم 23 نوفمبر لغايه دلوقتي. فيعني انا يعني واضح ان فين العداله وفين العداله السريعه. يعني سيبك من الاتفاقات مثلا الاوروبيه، الاتفاقيه الاوروبيه لحقوق الانسان بتتكلم في ارتكل نمرة 5 عن رايت اوف ليبرتي ومدة الحبس الاحتياطي. احنا عندنا في انجلترا هنا بعد 48 ساعة بيعرض على قاضي يقرر الحبس الاحتياطي قد ايه، والحبس الاحتياطي ما يزيدش عن 56 يوم. مصر ماضية على العهد الدولي للحقوق البدنية والسياسية، فده المفروض يطبق. مضت عليه يعني اعتمد كجزء من القانون المصري او حسب الدستور يعني سنة 82. المواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مادة 9
3 و9 4 مثلا، بتقول حاجه زي كده، بتقول اي شخص يتم توقيفه يتم اعلامه سريعا بالتهم الموجهه اليه وعرضهم على وقع السرعه امام قاضي، مش وكيل النيابه. وكيل النيابه مش محايد. وبتكمل تقول كمان يحد ايضا من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمه التي لا تفرض الا في ظروف استثنائيه. يعني قصدي يقول ان الحبس الاحتياطي اللي هو بيسبق المحاكمه والريماند او اللي هو الحبس الاحتياطي، بيقول لك ايه؟ ولمده قصيره من الزمن. طيب احنا فين؟ فين من المعايير العالميه؟ طيب دلوقتي يعني هل النائب العام، هل القضاء في مصر بيستعدي شريحه كبيره جدا من المجتمع الابط؟ لان طبعا مش ممكن، يعني مش ممكن رامي كامل اللي هو اصلا كان يعني في كل يعني محاولات ان هو يعني تو اكسبوز يعني او يبين الاعتداءات بتاعه الاخوان المسلمين، كان ضد الاخوان المسلمين والاخوان والسلفيين الناس المتطرفين والارهابيين طول عمر نشاطه السياسي، يبقى فجاه منضم ليهم، منضم لجماعه ارهابيه، وزي التمويل اللي هو طلع ان هو، طبعا انا اعلم ان في محامي مصري تقدم بشكوى بيقول فيها ان مامور الضبط قام بدس مستندات مزوره، اللي هم ال 52 صال اللي جابهم هذا الضابط مامور الضبط كادله. هو يعلم تماما لما راح جاب من البريد من البوسطه كل المستندات اللي قام بيها رامي كان عباره عن 2 مش 52، 50 واحد دول مزورين. حضرتك الكلام ده اتقال قبل كده يا استاذ هاني. ايوه. طيب ليه ما فيش تحقيق؟ احنا عايزين واحد قاضي محايد يبتدي القضيه. طول الوقت ده اللي اتاخد في الحبس الاحتياطي ده غير عادي، بيتعارض مع قيم العداله ومعايير العداله. فطبعا كل الناس قصدي المنظمات يعني وهيئات عالميه بتعتبر ان المده طويله كده في الحبس الاحتياطي دي غير عادله، لان بتحرم الانسان من دخل، وبتحرم الاسره من 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 رعايه، وبتحرم يعني بتسبب يعني مشاكل كتيره جدا جدا. فاللي انا عايز اقوله يعني في الحاله دي ان عايزين رامي يحاكم امام محكمه عادله، لان الواضح ان هو المستندات اللي هي متقدمه كدليل اتهام مستندات جزء كبير منها مزور. فيعني يعني نرجو ان يكون في مصر يعني احنا كلنا مواطنين مصريين وطنيين وبنحب بلدنا وبنخاف على صورة بلدنا في الخارج. نرجو ان النظام ان يحسن الصورة، يظبط القضاء، يخليه قضاء يتماشى مع المعايير والقيم الدولية العدالة. فدلوقتي نعلم ان رامي هو الابن الوحيد وليه اخوات 5 بنات وام مريضه، ويعني مش ده بقى يعني مش رامي بس اللي هو بيبقى عنده مشكله، دي الاسره كلها عندها مشكله. ايوه. ان برضه المفروض ان القضاء يعني ينظر بعين اهتمام ورعايه للظروف الاجتماعيه للمحبوس. لو ولا يا استاذ هاني يعني النقط دي مش مهمه؟ يعني العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه دي احنا
يعني ملتزمين بيه. أكيد. يبقى مواده احنا القضاء المصري ملتزم بيها برضه. ايوه. بالاضافه لكده احنا شايفين ان في ظلم كبير. احنا محبطين ومستائين من الظلم. الظلم يعني على اي انسان غير مقبول. فما يعني فما بالك يعني بانسان ظروفه كده. فده رجاء احنا كمنظمات قبطيه في الخارج في اوروبا احنا بنطلب من من كل المسؤولين على القضاء المصري ومن الرئيس شخصيا عبد الفتاح السيسي ان سيادته ينظر الى هذا الامر بالذات ان دي فتره طويله عدت على رامي ظلما داخل سجن انفرادي. دي نقطه مهمه. ايوه حضرتك تحب تضيف اي شيء اخر؟ انا بس عايز اقول ان احنا نلتزم بالمواد القوانين الدوليه اللي هي منها العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه واللي هي بتقول ان احنا الحبس الاحتياطي استثنائي والمده قصيره. ايوه احنا عايزين خلاص بقى يبقى أيوه. استثنائي والمده قصيره. ايوه فدي اللي عايز اقوله. عايز اقول ان المحامي المصري اللي تقدم بشكوى على ان مامور الضبط قام برسم مستندات مزوره ان لو ثبت ان الكلام ده صحيح مامور الضبط يحاكم عشان نحس بان في عداله. ايوه أنا عارف إن في شهر سبتمبر اللي إحنا فيه دلوقتي الجمعية العمومية للأمم المتحدة هتقضي أسبوع بخصوص سجناء الرأي والسجناء السياسيين وإن مصر هتقدم لها أسئلة تجاوب عليها وإن احتمال إن رامي يكون جزء منها. أرجو إن قبل الموضوع ده ما يحصل ان رامي يكون افرج عنه او ان يكون يحاكم. ممكن الادله اللي هي ثبت ان هي ادله مزوره لو لو لو, لو المحكمه اثبتت او يعني المحكمه اثبتت وعرفت ان هي مزوره طبعا يحكم ببراءته. او لو الاتهام لو النيابه شافت ان الادله مزوره تسحب الاتهام وينتهي الموضوع. ايوه بنرجو ذلك خصوصا زي ما حضرتك ذكرت انه الجمعيه العموميه للامم المتحده ستنظر في شان سجناء الراي وسيقدم اسئله الى الحكومه المصريه منها موضوع رامي كامل. متشكر جدا لوجود حضرتك معنا في حلقه اليوم الدكتور ابراهيم حبيب نائب رئيس اتحاد المنظمات القبطيه في اوروبا. اي تصرف ضد النشطاء وأصحاب الرأي خصوصا من الأقباط دايما بيكون عليه العين نظرا لمدى الظلم الواقع مش بس على الأقباط لكن على كل حد بيحاول أنه يدافع عنهم. موضوع رامي كامل كانت كل مشكلته أنه أظهر حقيقة إحدى الاعتداءات ضد أسرة في ألمانيا ويبدو بموقفه هذا ما عجبش أحد القيادات داخل أمن الدولة والمؤسسات الأمنية في مصر والموضوع تطور بعد ذلك إلى عناد شخصي ومن ساعتها من نوفمبر الماضي وما زال رامي كامل محبوس. طبعا زي ما الدكتور إبراهيم حبيب وصف إنه في أحد المستندات التي قدمت كان هناك بها تزوير 52 إيصال تحويلات بتدعي النيابة أنه رامي كامل قام بيها بينما المحامي بتاعه لما أظهر مستندات من مؤسسة البريد المصرية أثبت أن هم الموضوع كله كان حوالتين ولا ينطبق عليهم أي مخالفة للقانون المصري.
زي ما سمعنا أيضا من الدكتور إبراهيم حبيب أن في شهر سبتمبر الجاري ستنظر الجمعية العمومية للأمم المتحدة في شأن الكثير من سجناء الرأي في دول مختلفة، منهم موضوع رامي كامل، وستقدم أسئلة للدولة المصرية عن موقف رامي كامل ومواقف الكثير من سجناء الرأي الأقباط وغير الأقباط داخل مصر. سنتابع تطورات هذا الموضوع في الحلقات القادمة كلما جد جديد.